ازيكم يا شباب؟ النهارده جايين نتكلم باختصار وببساطه عن فيلم كيا سوكينج. بص، قبل ما ابدا المراجعه دي فحابب اعرفك حاجه. لو انت من الناس اللي بتحب توم هولاند قوي وبتعشق اقدامه ومش هتقبل اي راي مخالف والكلام ده كله، فاقفل الفيديو لان الفيديو ده ببساطه مش ليك. اما لو عايز تعرف رايي المنحاز جدا والمتعصب جدا فكمل الفيديو للاخر. وكالعاده مش حابب افكركم يا جدعان اعملوا لايك، اللايك ده بيدعم جدا. ولو لسه اول مره في القناه وحابب المحتوى او حابب تشوفني تاني فاعمل سبسكرايب وفعل جرس التنبيهات، ساعدوني اوصل 10,000 قبل رمضان ان شاء الله. ويلا بينا. كالعادة هنقسم الفيديو بتاعنا لنقاط، واول نقطة معانا هي القصة. عايز افهمك حاجة قبل ما ابدأ في النقطة دي، ان الفيلم ده اتعمل سنة 2017، يعني من 4 سنين، ونزل لفئة معينة من الجمهور ما عجبهمش خالص فقرروا يرجعوه تاني ويعملوا له اعادة تصوير واعادة كتابة للسيناريو وللحوار وللاخراج ولكل حاجة. وبعد كده خلص في 2019 ونزل لنا السنة دي في 2021. نيجي بقى للقصة. القصة بتتكلم باختصار ان في المستقبل سنة 2200 وشوية البشر استعمروا كوكب تاني، كوكب تاني ملائم للحياة وسموه العالم الجديد. البشر نزلوا هناك وفجأة الرجالة بقوا يسمعوا افكار بعض، بقوا يشوفوا افكار بعض. يعني اي راجل عنده اي فكرة او هاجس او اي حاجة تخطر في باله او في دماغه الناس بتشوفها وبيسمعوها، رجالة وستات. وبعديها الستات كلهم ماتوا لسبب ما، وهنا بيجي دور بنت اسمها ديزي. ديزي دي بتنزل بالمركبة الفضائية بتاعتها للكوكب ده، وبتكتشف ان رئيس البشر في الكوكب ده او عمدة القرية في الكوكب ده بيطاردها لسبب ما، وبيساعدها تهرب توم هولاند. كل اللي قلته لغايه دلوقتي ده مش حرق، ده موجود في الاعلان، اللي الاعلان تقريبا فاضح نفسه. الاعلان مديك حرفيا 3/4 القصه، الاعلان مبين لك كل حاجه، مش محتاج تتفرج على الفيلم بعد ما هتشوف الاعلان اللي مدته 2 وشوية. اعلان وحش جدا جدا ومش بيديك حتى نبذه بسيطه عن القصه، لا ده بيوري لك بلوت هولز كتير، بيعرفك حبكه القصه نفسها. كالعادة انا حابب اخش معاك في تفاصيل القصة اللي كانت سيئة جدا 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 وما عجبتنيش خالص. اول حاجة عايز اكلمك عنها ان اللي كتب القصة دي تقريبا قالك ايه، وقف كده قدام نفسه قالك وداعا للقصة، وداعا للباك ستوري بتاعت كل بطل، وداعا لاي حاجة ليها علاقة بالحبكة، وداعا لتعمق الشخصيات، تطور الاحداث، وداعا لاي حاجة تخلي الناس تفهم او تستثمر او تهتم انها تتفرج على الفيلم للاخر. اللي كتب القصة دي حاجة من الاتنين، لا اما عايز يفشل الفيلم ده، لا اما حرفيا يعني كان شارب سيجارة فوجو او سيجارة حشيش كده وقاعد مع نفسه قالك انا هعمل فيلم حلو خيال علمي واخلي فيه كل حاجة وزي ما الناس تشوفه، ومش مهم القصة، كده كده توم هولاند موجود، توم هولاند الناس هتخش تتفرج عليه، ففككم من القصة ونعمل اي هبد واي حاجة قذرة، اي حاجة ملهاش علاقة بالاحداث، وتوم هولاند هو اللي هيغطي وجوده في حد ذاته مكسب. كمية العشوائية والهبد اللي في الفيلم ده لا توصف الحقيقة، كمية العشوائية والثغرات هتخليك تكره نفسك، هتخليك تكره حياتك والكمبيوتر اللي انت بتتفرج منه على الفيلم وتقوم تكسره حرفيا. اول حاجة انت ما تعرفش مين هم الفضائيين اللي في الفيلم ده حرفيا، ما تعرفش اي حاجة عن اصلهم، الاوريجين ستوري بتاعتهم متدمرة، مفيش باك ستوري ليهم، مفيش معركة ما بينهم وبين البشر، انت ما شفتش غير فضائي واحد وبعديها ما شفتش حد تاني، فانت مش عارف هم جم ليه ولا جم منين ولا يعني هم دول سكان الكوكب الاصلي. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لهم؟ ايه اللي خلى البشر يستعمروا الكوكب؟ ايه الحرب اللي حصلت ما بينهم وبين البشر؟ تاني حاجة انت مش فاهم الستات ماتوا ازاي وليه في العالم ده؟ يعني رئيس القرية في الفيلم بيقول لك انه جمع الرجالة كلهم وقتلهم لان الستات كانوا شايفين رئيس القرية على حقيقته، ايه الهبد ده؟ ايه الهبل ده؟ يعني ايه الستات شايفين رئيس القرية على حقيقته فيجمع الرجالة ويقتلهم؟ ومرة يقول لك لا ده احنا في حرب البشر مع الفضائيين الستات كلهم ماتوا. فانت مش فاهم، يعني في هنا صخرة غريبة، انت مش مستوعب ليه ماتوا، انت مش مقتنع ليه ماتوا، يعني هو وضح لك سبب واهي، سبب ضعيف قوي، سبب ملوش لازمة حرفيا وغريب. يعني ايه رئيس القرية شافوها على حقيقته فقتلهم؟ الفكرة دي يعني ما عجبتنيش وما دخلتش دماغي خالص. ما تعرفش الشرير في الفيلم ده بيطارد البنت ليه؟ يعني هو عايز مثلا يلاقي مركبتها عشان لما مركبة تانية تيجي تاخدها مثلا يهدد بتوع المركبة التانية عشان ياخدوه معاهم لكوكب الارض، ولا ياخدوه معاهم لحتة تانية، ولا هو عايز يخرج من الكوكب ده، ولا عايز يلاقي مركبتها عشان يقتل البشر اللي جوه المركبة دي، بيطاردها ليه؟ مفيش سبب مقنع برضو يخليه يطاردها. البنت دي قصتها ايه؟ جاية منين؟ مين البشر اللي معاها؟ اتبعتت امتى؟
في ايه اللي حصل قبل ما تخش جوه العالم ده. ما انت لازم تعرف برضو البنت دي قصتها ايه من قبل ما تقتحم الكوكب الجديد عشان تفهم نوعا ما حبكة القصة، تعرف مثلا ان البنت دي جاية من الارض، الارض اتدمرت، اي حاجة تفهمك ان البنت دي جاية لسبب معين. لا هي جاية تعمر الكوكب الجديد. طب ليه تعمره؟ ايه اللي حصل للكوكب القديم؟ وجاية معها الاف البشر ليه؟ وجاية منين اصلا؟ مط كتير قوي في الاحداث ومشاهد كتير ملهاش لازمة، وعايزين يعملوا كل حاجة في كل حاجة، عايزين يدوك فيلم خيال علمي واكشن ورومانسي وكوميدي وكل حاجة حرفيا في الفيلم ده لازم تتعمل. كل تفريع القصة كان سيء جدا، قصص كتير والقصة تحس انها بتتعمل ريبوت، يعني مثلا يخلص تلت الفيلم تحس ان انت بتشوف قصة تانية، يخلص التلت التاني تحس انهم بيعيدوا القصة من الاول بشكل تاني، فانت مش فاهم، مش مستثمر اللي انت تكمل الفيلم للاخر، مش مندمج مع الفيلم، مش مهتم تعرف حاجة، انت شايف مطاردات قدامك وشرير بيطارد ومش عارف توم هولاند صاحبه ومش عارف اللي بيغير منه والجو ده، وما عندكش اهتمام بقصة الفيلم او الحبكة اللي بتتعمل. ده غير ان النهاية كانت من اسوأ النهايات اللي انا شفتها الصراحة، النهاية كانت سريعة جدا ما كانتش ترضي اي مشاهد يتفرج عليها. طول الفيلم وهم بيكبروها في حق الشرير، طول الفيلم وبيحسسوك ان الشرير ده ثانوس، حاجة كده لازم تخاف منها. بتلاقي الشرير بينتهي نهاية حقيرة جدا، نهاية ما وصلتكش كمشاهد لذروة الاحداث، اللي انت تشوف بقى صراع ما بين البطل والشرير، الخير والشر، تشوف الشرير قدامك بيتعذب وبيتألم وبياخد جزاؤه. لا انت طلعت من النهاية مش مرضي نهائي، لكنهم كانوا بيمطوا في كل الاحداث دي وقالوا ايه ده، احنا داخلين في ساعتين في الفيلم، طب يلا نعمل نهاية سريعة. ما عجبتنيش خالص، وكانت سيئة جدا وغير مرضية بالنسبة لي انا كعبد الرحمن كمشاهد يستمتع بالفيلم ده. خلينا ندخل في تاني حاجة اللي هي التمثيل. انت معاك الممثل توم هولاند بطل سبايدر مان ونجم كبير قوي، معاك الممثلة ديزي ماديسون تقريبا بطلة سلسلة ستار وورز الاخيرة، ومعاك ممثل عبقري انا بعشقه حرفيا مادس ميكلسون. الممثل ده كل ادواره حلوة، شوفه في هانيبال كده هتفرح قوي، شوفه في بولر هتندمج قوي، شوفه في ذا هانت هيبهرك، ممثل عبقري. فانت جامع كاست محترم قوي، نجوم بالقوة وبالجمال ده لازم تعمل لهم قصة حلوة، لازم يطلعوا في فيلم حلو. انك تاخد نجوم بالحجم ده وتدخلهم مع بعض في فيلم ويطلع برضو وحش، معناها ان انت مخرج فاشل، معناها ان انت مؤلف زبالة، انت فشلت انك تعمل كيمياء ما بينهم، انت فشلت انك تتعمق في كل شخصية وتبنيها صح، انت فشلت ان انت تورينا الباك ستوري بتاعت كل بطل، انت فشلت ان انت تجمعهم مع بعض في فيلم واحد يبان حلو. حتى المشاهد الكوميدية تحس انها مضغوطة ومجبرة وإفيهات كده طالعة من غير لازمة ولا قيمة وسكسست ومنحازة وعنصرية نوعا ما. حاجة كمان لازم تفهمها، طلعوا في الفيلم ده كتير ان افكار الرجالة قليلة الادب، افكار الرجالة بتشوف الستات مجرد اداة او حاجة لعبة بيلعبوا بيها، افكار الرجالة شريرة وفاسدة ومؤذية. فانا مش فاهم الرسالة اللي انت بتوجهها من الفيلم ده، ان الرجالة اي فكرة في دماغهم قليلة الادب، اي فكرة في دماغهم انهم يستغلوا الستات، اي فكرة في دماغهم انهم يعملوا حاجة شريرة، وليه الستات ما نقدرش نقرا افكارهم؟ بتبين مثلا او بتوري للناس ان الستات دماغهم فاضية، ما ينفعش ما بيجيلهمش افكار في دماغهم، فعشان كده بنعرفش نقرا افكارهم. تحس ان في نوعا ما حتة عنصرية من الطرفين في النص كده محشورة ما بين الاتنين، ما عجبتنيش خالص. فيلم فعلا كان من غير نكهة، عامل اكنك بتاكل وجبة حلوة او ستيك مثلا او محشي، بس من غير ولا نقطة ملح فيه ولا ذرة ملح، ملوش طعم، بلاند، حاجة كده يعني ترميها في الزبالة، رغم انهم لو كانوا حطوله ملح كان هيبقى حلو جدا وطعمه جميل جدا. فهي دي الفكرة، انهم استسهلوا قوي في القصة وركزوا على الشخصيات. هيدخلنا في تالت نقطة، مش كل حاجة جرافيكس يا اخوانا، مش كل حاجة جرافيكس ونجم مشهور، مش معنى ان توم هولاند موجود في الفيلم يبقى الفيلم ده هينجح، مش معنى ان في جرافيكس حلوة في الفيلم يبقى الفيلم ده هينجح. ارحموا اهالينا بقى، ارجعوا بافلام التمانينات والتسعينات، كان كل الناس بتشتغل بايديها، بتوريك المجازفات والاستانتس والتفجيرات وكل حاجة معمولة، كل حاجة فيها شغل بايدك، مش كل حاجة انا كويس في الجرافيكس وكده انا طلعت فيلم حلو. ما فيلم ترانسفورمرز كويس في الجرافيكس، واخد اسوأ التقييمات وافشل الافلام حرفيا، وكل النقاد بيقولوا عليه سيء، مش كل حاجه نجم مشهور او جرافيكس، الموضوع ده متعب والسينما كده اتجاهها غلط جدا. مش معنى ان مارفل او دي سي نجحوا في انهم يعملوا جرافيكس حلوه يبقى كل الشركات تتبع النظام بتاعهم وتعمل جرافيكس حلو وتجيب معاه بطل حلو والفيلم بتاعهم هينجح. ارحمونا، مش كل حاجه فلوس، اهتموا شويه بالقصه، اهتموا بالتصوير، بالتمثيل، بالسينماتوجرافي، بالاخراج، بالكتابه، بالسيناريو، بالحوار،
مش كل حاجة جرافيكس، الموضوع متعب ومقلق وبيخليك كده تشوف المستقبل يعني انا كل حاجة هركز بعديها جرافيكس في ال10 سنين الجايين كده، انت ضيعت السينما حرفيا، السينما العالمية هتنتهي لو ركزتوا على الجرافيكس والابطال المشهورة بس او النجوم المشهورة بس. فارحموا نفسكم شوية واعملوا قصص حلوة بالله عليكم، يعني واهدوا كده شوية على نفسكم. في النهاية تقييمي الشخصي للفيلم ده 4 من 10، واعتقد ان الاربعه دول بديهم للممثلين عشان بحب الثلاثه، بحب توم هولاند ومادز ماكلسون وديزي، الثلاثه كانوا حلوين في الفيلم وقدامهم مش عبقري بس مقنع. ف يعني حرفيا لولا الممثلين دول ما كنتش هدي للفيلم اي حاجه يعني 0 من 1 من 10 مثلا على المجهود. فعايز اقول لكم ان اللي هيتفرج على الفيلم ده يتفرج عليه من مسؤوليته الشخصيه، واللي انا بقول رايي الشخصي، الفيلم ده ممكن يعجب ناس كتير قوي، ممكن ناس كتير قوي تحبه، ودي احلى حاجه ان السينما اذواق. انا ممكن اكون مختلف معاك، انت ممكن تكون مختلف معايا، مش شرط اللي يعجبني يعجبك، بس بالنسبه لي انا كعبد الرحمن الفيلم كان سيء جدا، رايي ده مش بفرضه عليك، الفيلم ممكن يعجبك عادي، مش شرط تسمع كلامي فاهمني، ومش شرط تخش تهاجمني او تشتمني عشان الفيلم عجبك. بس كده يا معلم، ما تنساش تعمل لايك لان ده بيدعم جدا، وسبسكرايب لو حبيت تشوفني تاني او حابب محتوى القناه، وبيس.